تعبته زي ما احنا تعبنا اكيد، وحسيته بمشاعر لا تعبنا من المشهد وحسيته اكيد زينا بان انتوا محبطين، وحسيته زي ما انتوا اكيد سمعتوا معانا ان في امور كتيره جدا بقت لا تليق. بس كان الحته اللي احنا اللي بسودها دلوقتي انت داخل بادئ هاخدهم بقى للحته الثانيه لازم الحته بقى اللي قلنا لكم في البدايه، ويمكن ده كان عنوان الحلقه، ان النادي الاهلي هو الجانب المشرق في كره القدم المصريه، وده حقيقي. لو في ظلام كتير جدا في كرة القدم المصرية، ففي جانب مشرق هو اللي هتشوفوه على الشاشة دلوقتي، وهي بعثة النادي الأهلي وبعثة النادي الأهلي ووصولها الكابتن محمود الخطيب بيصل لأرض المغرب الشقيق، اللي زي ما قلنا المغرب يا جماعة لها محبة في قلوبنا مهما اختلفنا رياضيا، حتى الأندية المغربية بتختلف فيما بينها وبين بعض، عشان البعض بيجي يستخدم ده ويقول ده مش نادي الوداد اللي كنتوا بتقولوا، لا قصة مختلفة. ارجعوا شوفوا الأهلي خط أحمر عمل إيه فرحا بالمغرب في كأس العالم، عشان البعض اللي يحاول دايما إشعال الفتن. كابتن محمود الخطيب هو وبعثة النادي الأهلي تحل على أرض المغرب سالمين، نحن في وطن أيضا لا يختلف عن مصر بالنسبة لنا، نحن في أرض أكيد لنا ما بينها علاقات جوار وعلاقات سعيدة جدا، ويظل دايما يا أحمد المشهد ده مشهد جميل لازم نبني عليه، لازم نبني على أن الأهلي بيقدم الصورة الجميلة. ده مشهد حالا حصريا لشاشات قناة النادي الأهلي، دايما هتشوفوا معانا كل جديد يخص النادي الأهلي، ونلف كل الدنيا. شفت حته جلال علام دي؟ طبعا الحمد لله على سلامه الوصول لبعثه النادي الاهلي لدوله للمملكه المغربيه، الماء والخضره والوجه الحسن. هذه كانت اغنيه من كلمات او من غناء عبد الحليم حافظ للشعب المغربي الشقيق، بينا روابط كبيره جدا جدا مع الدول العربيه. يعني شفت فتن بدات تتقال؟ لا لا، اللي فاتوا كنتوا بتقولوا وبقيتوا تقولوا القصه الأهل. بالنسبه لنا ما كانتش فريق الوداد، وكانت كل بيان في كاس العالم من النادي ده حقيقي كنا بنعرضه هنا، وكانت الكاف، وكان واضح حتى كلام المؤتمر الصحفي اللي عقد يعني بسبب هذه الواقعه، كان الكلام موجه حرفيا للاتحاد الافريقي لكره القدم، وده طبيعي جدا. والاشقاء في المغرب يعني فاهمين ده بشكل كويس جدا، ان القصه هم حتى كانوا بيقولوا مش قصتنا، قصه الكاف. انا قلت الانديه المغربيه نفسها. قصه الكاف بالظبط، ودي الموضوع يعني الناس اللي بتحاول يعني تبس السموم زي ما عملت مع الهلال والترجي التونسي يعني، لكن طبعا يعني استقبال يعني يليق بالمملكه المغربيه ويليق بالنادي الاهلي ويليق بوصول النادي الاهلي، يعني زي ما قلنا قوه ناعمه تتواجد في الدول العربيه، في الدول الاوروبيه، في الدول الاسيويه. دايما اسم النادي الاهلي اسم كبير، اسم النادي الاهلي يعني مشرف لكره القدم المصريه. طبعا يعني كولر بقى يعني دكتور ودكتور خالد الجوادي مترجم كولر، دايما كولر بالنسبه للناس اصبح علامه امان. وانا عايز اقول طبعا اللاعبين امامنا تباعا، وكابتن زكريا ناصف وكابتن محسن صالح اكيد وصولهم، ولكن عايز اقول حاجه كولر قالها مهمه جدا. كولر مدرب ذكي، لما قال عن كاس العالم للانديه انا مدرب لا اقطع الوعود بخصوص مثل تلك المباريات، ولا اعرف اذا كان هنالك مدربين اخرون كانوا يقطعوا الوعود او لا. وده شيء مهم جدا، ان انت بترفع الضغط على فريقك يا اسامه، بتوصل ان اكيد كولر كلامه في المحاضرات داخليا اكيد صيغته مختلفه، ولكن لما بتيجي تخاطب الراي العام كان جوزيه يفعل دائما ده، وكان يجي دايما يتكلم. يمكن حتى هو سخر قبل كده من الصحافه المصريه في تعاملها مع الوضع هناك والمشهد هناك، لما كان بيقول انتوا بتتعاملوا مع النادي الاهلي رايح يحقق كاس العالم للانديه، اكيد عندي طموحاتي، ولكن تقييم المشهد كان لازم يكون موضوعي ومتزن كما فعل كولر. هو بص، رفع الضغوط ده مهم جدا، انت بترفع الضغوط عن اللاعبين طبعا. يعني كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، احد يعني المدير الكره التاريخيين لا على مستوى التاريخ كمان، بطولاته بتؤكد ده. محاوله التقليل منه هي يعني محاوله بائسه، وبتؤكد على اهميه وجوده وقد ايه هو عامل ازمه وعامل مشكله لمنافسين كتير بتحقيقه للالقاب. ولكن كنا بنتكلم عن رفع الضغوط، وده طبيعي جدا من المدير الفني، والمفترض يكون هو ده الطبيعي، لكن ان شاء الله نقدر نحقق اي انجاز في بطوله العالم يضاهي الانجازات السابقه في 3 مشاركات. يمكن كابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه
يعني كان بطولة 98، أنا فاكر كويس جدا التصريح ده لما قال أنا رايح آخد المركز ال 13 طبعا بوركينا فاسو من أصل طبعا 16 فريق، وفي نفس الوقت هو بيصدر التصريح ده للصحافة الصحافة المصرية المصرية كان طبعا واخد شنطة يرجع فيها بكأس طبعا بكاس أفريقيا، طبعا. وقال ده وقال إن كلامي كان مع اللاعبين إن إحنا هنروح ننافس هو على ده البطولة، هو ده رغم المقصود يا فارس تماما. وقتها إحنا كنا بنلعب بطولة ودية أعتقد في الإمارات وخسرنا لا بركلات وكنا الترجيح، بعيد عن كنا الألقاب بعيد وكان 86، كان تقريبا ما عندناش راس حربة غير حسام حسن بس، وكانت وكان قصة قبلها كابتن كبيرة، حسام حسن الصحافة بتتكلم ان ده كان هو مضيع آخر ركلة الترجيح، انتهى حقيقي. فده نوع من أنواع رفع الضغوط. وأعتقد وعشان كده دايما بقول يا جماعة ما يوجه للاعب في الإعلام مش هو اللي بيتوجه له في غرف الملابس، وما يوجه للاعب والمسؤول مش هو اللي المفترض يتم توجيهه للجماهير، كل واحد عارف دوره كويس، ولكن دورنا اننا ندعم الفريق في هذه البطوله ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله يعني نتخطى المباراه الاولى، لان دايما وابدا اول مباراه هي المباراه القادمه، وده اللي كولر يعني قال اتعلمته بدري خلاص فلسفتي، وده شيء ايجابي جدا احنا بالمناسبه. عايزين نقول حلوه، البدايات كلها حكايات. خد بالك احنا في اول كاس عالم للانديه انا فاكر كويس جدا لما اتغلبنا لا ما هو ده اللي جوزيه طلع غلط، من قال اتحاد انتوا مش جده السعودي، الناس كنا بنتكلم عن تتعاملوا مواجهه مع ليفربول في طبعا. النهائي ما هو ده وازاي اللي جوزيه قاله، قال الصحافه المصريه لا وضعت كجماهير في حتى العقول كجماهير والوضع مختلف. ويمكن احنا دلوقتي اكيد بقينا بقى طبعا متابعه الدوريات العالميه، بقيت عارف فكره القيمه التسويقيه وفكره يمكن النادي الاهلي يا جماعه عشان بيصنع الاستثناء الناس اتعودت منه ده، يمكن عشان بتروح تكسب بالميراس بطل امريكا الجنوبيه بقيمته باللاعبين اللي عنده الاهلي عودك على ده، يمكن عشان بتروح تكسب الهلال السعودي. وانا دايما يا اسامه بقول يا جماعه لازم تفهم اقتصاديات كره القدم. يعني ايه؟ يعني الدوري السعودي عنده انه يقدر يجيب تاليسكا، يقدر يجيب كريستيانو رونالدو، يقدر يجيب فينسنت بوباكر، يقدر يحافظ على رزاق حمد الله، يقدر يحاول دلوقتي يستثمر في ده. عندك ايضا الدوريات دي بتقدر تنفق ده. انت عندك حاجه اسمها النادي الاهلي، انت عندك النادي الاهلي اللي راح كسب الهلال ده برباعيه. فهو ده الجمله اللي دايما بنقولها هنا، قوتك الناعمه. ويمكن ناس حفظت معانا الجمله دي، قوتك الناعمه اللي لازم مش هقول لك تجاملها. النادي الاهلي لا ينتظر المجاملات. ويمكن كنا دايما نقول يا اسامه برضو الكلمه دي، انا مش عايزك تجاملني بس ما عايزك ايه تعرقلنيش تديني حقي. بس ما فالنادي الاهلي تعرقلنيش يا جماعه اولى بان هو ياخد حقه عشان يقدر يكون عندك المشهد ده تعرضه على شاشه اسمها شاشه قناه النادي الاهلي، لما تيجي تتفرج على القنوات العربيه الكبيره جدا في تقاريرها تشوف كمان شاشه قناه النادي الاهلي وهي بتعرض المشهد اللي نفخر بيه ده، ما تشوفش بقى شتيمه وما تشوفش مش عارف فلان في الدور الكام، بلاش خلاص. خالد عبد الفتاح يعني مش عايزين مفيش شهر تخيل مع خالد النادي عبد الفتاح الأهلي ده من فتره كان اسكت يعني المشهد ده، لا تخيل المشهد ده كان بالنسبة له حلم. ما انا بقول لك ده من شهر، يعني مفارقه. كان من شهر بعيد خالص عن صورة زي دي، لكن هو يستحق الأمانة. مباراة الزمالك يعني ادتني انطباعا الشخصية مهم جدا، الشخصية اللي بتظهر في المباريات الكبيرة، فخالد عبد الفتاح من هؤلاء اللاعبين. ويمكن كنا بنتكلم عن يعني البعثة، وصول البعثة ولاعبين بقالهم شهر واحد، مروان عطية من الاتحاد مع كامل طبعا احترامنا وتقديرنا حتى لنادي سافيو وحتى الاتحاد والأندية محترفين الكبيرة، وحتى سافيو زي ما قلت بيرسي طبعا. تاو كان بيحلم بالمشاركة في كأس العالم للأندية، نتمنى تكون المشاركة إيجابية، ونتمنى إن شاء الله نقدم مردود فني يليق بالمردود الإيجابي في الظهور المشرف في مثل هذه المحافل الكبرى. يعني عندنا قصة ناخدها ما ولا هي دي المشكلة، إن عندنا قصة سريعة. سريعة في إيه؟ طبعا دي لقطات عرضناها من البعثة، ودي أعتقد الرسالة كانت واضحة، خدنا المشاهد الخاصة بالبعثة وخدنا القصة كاملة، ولسه معانا لقطات هوا. ده على الهوا دلوقتي ومباشر. طبعا احنا بنقول دايما ان مشاهد قناة النادي الاهلي يعيش في الحدث، طبعا لدرجة ان انت يا جماعة عايشين في الحدث واللعيبة بتاكل، يعني قناة الاهلي مش هتعمل لكم اكتر من كده. فيمكن دايما بنحطكم في الحدث، وانا برضو سعيد ان قناة النادي الاهلي تكون ده اللي موجود على شاشتها، تكون دي الرسالة اللي بتقدمها، تكون دي الحاجة. عشان احنا بنتفرج على قنوات اخبارية كتير وقنوات رياضية كتير، يا جماعة الوسط الرياضي بيبقى شبه اللي انتوا شايفينه ده. الناس بتتباهى بكريستيانو رونالدو. وانا شفت القناه السعوديه الناقله الحصري للدوري السعودي يا اسامه، اكيد طبعا اتفرجت انت على تقديم كريستيانو. انت كنت بتتفرج طبعا على عمان وقتها، وطبعا
كل التقدير للاشقاء في العراق. طبعا بطوله موفقه طبعًا، ودي الحاجات طبعًا اللي بنفخر بيها. والشعب العراقي كان يستحقها طبعا، والشعب العماني ايضا، ودي علاقتنا في النادي. سيبنا نتكلم على الشعب العماني. اكيد لا والله انا عايز اقول لك ان هم فعلا لا هم فعلا شعب طيب جدا، ده حقيقي. انا عاشرتهم فتره طويله جدا، واعتقد هم برغم حزنهم الكبير على انهم خسروا اللقب الخليجي 25 ولكن كانوا فرحانين للعراق كله والله. الشعب العراقي يستحق، وبكاء اللعيبه والجماهير كانت مشهد. اضف الى ذلك بقى المباراه نفسها ده سيناريو، انت بتلعب سيناريو غير طبيعي. انت في الدقيقه 116 العراق بتسجل الهدف الثاني عشان تاخد بطوله، يرد عمان في 118 يرد على العراق ثاني في 120. لكن لقطات طبعا يعني بنحطكم في الحدث، وياسر ابراهيم عايزين بقى واحده روحوا ناموا واحنا راجعين بميداليه كده يا ياسر. وعايز اقول برضو الناس ربما تقول تسال احنا ليه رحنا لخليجي وليه رحنا لكاس النقل الحصري للدوري السعودي ووجود كريستيانو رونالدو وتقديمه، عشان نقول لكم ان النادي الاهلي هو الوحيد في مصر اللي هتقدروا تشوفوا صوره مماثله، اللي هتقدروا تشوفوا انه بياخدكم لمشهد يمكن بعيدا عن كثير من العبث في الوضع الرياضي، هو اللي انتم شايفينه حصريا على شاشه قناه النادي الاهلي قدام فارس. السعوديه لما تألقت قدام الارجنتين الناس كلها طلعت اتكلمت عن قصه الاتحاد السعودي والعداله في الاتحاد السعودي وكلام من هذا القبيل، لكن ما حدش التفت ابدا ان منتخب السعوديه فيه 9 لاعبين من فريق الهلال. طبعا يعني انت هو داخليا كان طبعا من بين النصر والهلال لكن بتكلم عن هنا التعامل، انا بتكلم عن التعامل الاعلامي هنا طبعا اهميه راحوا للاتحاد فقط لا غير، وتناسوا ان 9 لاعبين في المنتخب في اللعيبه الاساسيين من فريق الهلال طبعًا. لما حصل ده مع النادي الاهلي 2006 2008 2010 كنا ابطال افريقيا، ده حقيقي تمام طبعًا. ودايما جبنا هنا حالات كتيره جدا ان الاهلي كويس، احنا اللي بنقوله طول الوقت بالظبط المنتخب كويس صحيح. فعشان كده كنا بنقول ايه، احنا مش عايزين مجامله يا جماعه، احنا عايزين بس النادي الاهلي يتم تقديره بانجازاته وبطولاته، لكن تفضل تعرقل فيه وتفضل يطلع رئيس اتحاد ولا رئيس لجنه سلسلة لما يجي نطلب تحكيم اجنبي يقول لك مش هجيب تحكيم اجنبي، وعناد علني ليه يا اخي؟ بص المشهد، بص المشهد. انا عايز اقول لك ان رامي ربيعه وياسر ابراهيم تحديدا بيتالقوا في كاس العالم السنه البطوله اللي فاتت، والله لاعبينا كلها في الفتره الاخيره عندها اصرار في كاس العالم. وانا عايز اقول يا جماعه محمد اللي قدم ده بقى اللي هقوله، اللي قدم من بعض اللاعبين وتفجير امكانياتهم زي محمد هاني في كاس العالم للانديه، وكتير جدا من اللاعبين يمكن طاهر. حتى كهربا في مباراه البايرن كان لاعب براس حربه كان وقتها. بيعمل مجهود هو وطاهر مهم جدا. طاهر برضو كان في إيه؟ عشان كده يا جماعه المشهد اللي قدامكم على الشاشه ده احنا مش جايين بنتباهى بفكره مجرد وصول بعثه، لا، واحنا دايما هنا في خط احمر لنا الخط بتاعنا، عشان كده اسمه خط احمر. احنا مش بس بنقول لكم على صوره ولا وصول البعثه ولا اللي انتم شايفينه، احنا بنكلمكم فيما وراء المشهد، فيما وراء الحدث، فيما وراء اللقطه اللي انتم شايفينها ده، فيما وراء الفكره، لان ده دورنا احنا هنا في خط احمر، ده دايما الفكره بتاعتنا واللي احنا بنحب ان انتم تشوفوه بعينينا. المشهد اللي على الشاشه ده يسوى كتير، ودايما بقول افهم ان انت تزكي الاول على الفصل، افهم ان انت تسقف للاول على الفصل اللي خد 7 بطولات قاريه وشارك في 8 بطولات كاس عالم اخر 20 سنه، انما عمري ما افهم ولا تفهم ان انت تزق الاخير على الفصل، ان انت تحاول تدعم الاخير على الفصل، ان انت تحاول تدعم اللي بيفشل طول الوقت، لا ما افهمش ده، انما افهم المشهد الراقي الرائع اللي قدامك يا اسامه، اللي حقيقي اكيد عندنا كتير من التعقيبات المبهجه لجمهورنا عليه. اكيد يا فارس، ولكن كل ده زي ما قلت وبناكد تاني عشان تبقى الامور واضحه، يتبروز باداء على ارض الملعب، يعني تقدر يعني تحقق. انت طماع، مش عايز تودي الناس لحته ان البطوله ما كانتش جايه وشرفيه وبتاع، انا عايز السكه. لا مش تضليلا والله للمشاعر بتاعتنا، ولكن لان فعلا في اوقات هي دي بتاعت انك تستمتع بالكره يا اسامه. بص، ما هو انا استمتعي بالكره هو يعني هي وجهه نظر، انا استمتعي بالكره بان انا بالظبط بان انا انزل اكون بادي. المشهد رائع جدا، وده طبيعه الحال للنادي الاهلي، ده اللي اعتدنا عليه من النادي الاهلي، زي ما ده اللي احنا بنحاول اننا نعتاد عليه في كاس العالم انديه، ان يكون لك مكان، يكون لك ميداليه، قدرت تحقق برونزيتين على التوالي اخر ما انا لسه بقول لك برونزيتين على التوالي اخر بطولتين بتشارك في البطوله دي تقريبا، خلاص مفيش حاجه اسمها
عندك رهبه المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه، معظم اللاعبين دول شاركوا، عدد قليل جدا من اللاعبين دول ما شاركوش، لكن لو رحت للفريق الاساسي هتلاقي كل خط الظهر بلا استثناء شارك، هتلاقي كمان تالقوا، محمد هاني تالق، حسين الشحات وسجل، وحسين الشحات كمان قبل ما يجي النادي الاهلي هو اعتاد على اللعب في كاس العالم وتالق امام ريال مدريد، فكل دي بتديك امور يعني في ثقه، الثقة دي تتحقق على ارض الواقع. احمد عبد القادر اللي اتعمل له فيديوهات في مباراه الهلال السعودي غير طبيعيه. مين يتالق؟ بما ان انت خدت سكه انا معاها وطبعا مقتنع دايما كده، مين اللي تشوف ان هو مش زي ما انت قلت اللعيبه اللي اوريدي احنا متوقعينها بتتالق، مين اللي حاسس انه ممكن يتالق في كاس العالم للانديه وهو ما حصلش ده منه قبل كده، او من اللعيبه اللي هي مثلا جديده او كده؟ انا اتمنى رهانك مثلا. انا اتمنى كهربا. كهربا ده كده، ده احنا انت عايز يا راجل تخلي التالق في، طب احنا كنا بنقول الفرحه في استاد القاهره والاجواء الحزينه عند اخرين، ده انت كده هتخليها عابره للقاره. انا اتمنى كهربا جدا. لا بص، اصل اقصى حاجه على لاعب ان هو يكون مكبل ويكون بعيد عن الملعب، ودايما بقول اللاعب ده زي السمك في الميه ما ينفعش تطلعه من الملعب وكهربا يموت. وكهربا نقطة مهمة جدا ان هو تعرض لضغوط عنيفة جدا الفترة الأخيرة، ويمكن أنا أحيانا كنت يعني بقول لكهرباء بنشد عليه ولازم إن أنت ترجع، لأن أنت عندك موهبة، كهرباء عنده حاجات تخليه لاعب المرحلة. عارف إن أنا من الناس اللي بحب كهرباء لا لاعب المرحلة ليه؟ أنت تمشي في الشارع تلاقي الأطفال بتقول كهرباء، تلاقي الأطفال بيحتفلوا على طريقة كهرباء، فأنت أصبحت لاعب مؤثر، لاعب مؤثر. وعندك الامكانيات اللي تؤهلك انك تكون من اهم اللاعبين في مصر. احنا هنا فارس في مره والناس ضحكت علينا لما قلنا كهربا جملتك جناح بعد محمد صلاح، الناس جناح بعد محمد صلاح، الناس الارقام بتقول كده. فانا عايز كهربا يستغل ده. كهربا لو ركز في كره القدم ان شاء الله هو مركز، وعشان كده ربنا بيكافئه وفي حته الفتره الاخيره نفسية كمان انه قدر يفصل بالظبط، فاداك الحته. انت اتكلمت فنيا والشعبيه، ده في حته كمان، ده انت قدرت تفصل في عز الضغوط. انا عايز اقول اكبر اللعيبه يا اسامه كانوا ممكن يجوا في ظرف كهربا ده ما يقدروش يتحملوه. وعشان كده فارس احنا مش عايزين نتراجع، ورساله الكهربا كمل على ده، مش عايزين نرجع تاني نقول عايزين كهربا اللي كان في الفتره الاولى لاعب ممتاز. انت لعيب ممتاز وكل لعيبه النادي الاهلي لعيبه على قدر المسؤوليه. الفتره طبعا الفتره الاخيره كانت فتره ممتازه جدا. انا بشوف يناير ده كان يناير عظيم بشكل كبير جدا، حققت كل اهدافك، يعني رحت كاس العالم وانت متصدر بفارق شاسع، ان شاء الله تحقق نتيجه ايجابيه وتزاروا بصوره مشرفه. والعبوا كره القدم يا جماعه للاستمتاع، دي بطوله ما كانتش في الحسبان، جت البطوله العبوا واستمتعوا بدون اي ضغوط. ولجماهير النادي الاهلي نرجو اننا ما نكونش اطلنا على حضراتكم، وتكون الموضوعات النهارده كانت شيقه. طبعا بنشكر كل فريق العمل، شادي صبري، رضا غانم، احمد الغمري، وحسام جمال، وطبعا خاص بيهم طبعا لازم بان يناير عظيم طبعا، واكيد فريق العمل عظيم. حتى الناس كلها اسامه بتشتغل هنا بحب، وعشان كده الرساله واصله. الناس التفاعل مع الحلقه، يعني احنا دايما لا نزكي نفسنا، ولكن التفاعل مع الحلقه واللي احنا اتقال النهارده الناس الحمد لله جدا. الحمد لله، يعني نشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع.